مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنا ولادك مازالهم عايشين، هذه هي القصبة ديالنا وحنا هما الجزائريين، وحني حني حنانا وشنانا فلي ما حنوش، نعرفوا روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش، شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش، القصبة المحروسة مزغنا ولد الترجال ما ماتوش. تم تكريمه ومنحه البرنوس. شو الموش اونترينر خال العروس، شتو خال العروس هذاك اللي ما يعرضوش في الفاتحة، سما نروحوا للفيفا قال ما قال احنا نكاليفو احنا سيطرنا على المقابلة. تانتو كويستيون انكي منتالي. حبس 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 حبس. حاج حمد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خاوتنا وخواتاتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راهم في الغربة نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون فيه الخير للبلاد والعباد. خاوتنا واخواتاتنا، هذا المرة جيناكم في فيديو اللي فيه ثلاث مواضيع، ثلاثة تروان ثري، ايوة هذا المواضيع اللي شغلوا الرأي العام خلال هذا الاسبوع. نروحوا مباشرة بلا ما نقول هضر على كل حال، نروحوا مباشرة للموضوع الاول. تجول كثيرا وعاين العديد من فرق البطولة الوطنية، وتم استقباله استقبالا مشخشخ. تم تكريمه ومنحه البرنوس، بالإضافة إلى أنه يخلص مليح يأكل مليح وقالوا عليه مليح. وحينما جد الجد وجاءت مقابلة رسمية صدم الشعب الجزائري، إنه المدرب فلاديمير بيتو كوفيتشو. أيوة خاوتنا كيما شفتوا على كل حال الموضوع هذا انتاع البالون، أيوة انتاع الفريق الوطني، الفريق الوطني على كل حال كيما شفتوا كاع وكيما راكم زعفانين كاع على كل حال، راكم شفتوا داروا لنا تبهدلنا بهدلونا مع ذوك ال كانوا يقارعوا لها. انا لو كان مشي هذه والله ما نهدر، انا على جال هذه بهدلتونا يصفر وجوهكم. الجزائر تخسر في بلادها بزوجه كي دعوتكم بون. خاوتنا نتفهموا مليح الحاج احمد خاطيها البالو، ما يعرف لي جوار، ما يعرف تقنيه، ما يعرف والو، نتفهموا مليح. الحارة الشيء هي قضية اعلام، القضية انت اعلام تاع البلاد تاع البلوطة، المسائل تاع البلوطة والانترينار والجوار وقاع نحطكم في سلة واحدة على كل حال. كي دعوتكم هذي مقابلة ولا عمركم لعبتوا البالو ولا فهموا لا كيفا، او الجزائريين كامل اللي قارعوا ومع التالي تخرجوا لنا هذا الخرجة. هذاك كيسموه المدرب هذا كيسموه قولوا لي بيتكو هذاك هذاك هو هذاك، بغيت تسقسيك بيتكوفيتش فهمني انت الحيه اللي لعبت بها هذه شنو هي الطريقه الخطه اللي لعبت بها، ماذا بيك تفهمنا. تانتو كويستيون انكي منتالي. حبس لا اله الا محمد رسول الله. كيما فهمتوا خاوتنا هايو ابا تفهموا مليح بيتكوفيتش، تبعني مليح، كيما ما فهمناش هضرتك ما فهمناش طريقه اللعب تاعك.
انا خاوتنا كي شفتهم يهضروا بيتكوفيتش وديبلوم ودار ما دار دار ما دار قلت صاي لا 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 نروحوا لكاس العالم، كاس العالم على كل حال، وندوا كاس العالم وندوا كاس افريقيا وكاس اسيا وكاس امريكا وكاع ندوا الكيسان. السيد الماتش الاول لعبنا لي ماتش هذوك زعما اللي غلبهم هذوك بصح هضروك الى هذوك المقابلات كيسموهم هذوك اميكال، ايوا هذوك الاميكال تغلب فيهم والاوفيسيال تخسر. لا لا هاكا رانا خاسرين، ها لا لا العقد ما يقولش هاك، العقد ما يقولش هاك. بيتكوفيتش فهمنا برك فهمنا، علاه زعما بغيت نفهم حاجه برك، تبعني هنا علاه زعما هذا اللعب هكذا، وش تقول لنا بعد ما خسرت بعد ما خسرت شنو تقول لنا؟ abbiamo dominato la partita dall'inizio ma صح اسم سيطرت على المقابله، سيطرت المقابله وخسرت في النتيجه، سيطرت على المقابله وخسرت في النتيجه. بيتكوفيتش باي سقسيك، كاس العالم يروحوا لها بالسيطره على المقابله، كاس العالم وكاس افريقيا ولا اي حاجه، اي حاجه، اي يروحوا لها بالسيطره على المقابله. اسمع روحوا للفيفا قال ما قال احنا نكاليفو، احنا سيطرنا على المقابله. يا بيتكوفيتش تبعني مليح، الشعب الجزائري يبغيو البالون واحد الدرجه ما تقدرش تتصور. الا راك باغي تدخل القلوب الجزائريين ربح لي ماتش تاوعك، ربح لي ماتش تاوعك، فهمت ولا لا؟ والا راك باغي الجزائريين يكرهوك ابقى في الخساره، ولي ماتش الجاي نعاودو نهضروا عليها. انا الحاجه اللي استغربت لها في المدرب خاوتنا على كل حال، انا خضرت على مره على مراكم عارفين عمكم الحاج ما يصيف شيء يدير، يقعد يتبع في التلفزيون هكا يشوف مقابلات، يشوف المدربين واحد يطير واحد يجري واحد ينهض واحد يزعف واحد يصفر واحد. بيتكوفيتش ما دار والو، داير كوستيم، جا ضرب كوستيم معروض للعرس، كوستيم واقف ونورمال عادي. كي شغل خال العروس، شغل موش اونترينر، خال العروس، شتو خال العروس هذاك اللي ما يعرضوهش في الفاتحه وما يعرضوهش في الخطبه، ونهار العرس يعرضوه الدقيقه التاليه، يجيك شغل ما يقلع اللوم، يضرب فيها كوستيم باهي يبين لنسابو بلي ودي راني مليح وراني غايه، بصح نجي قدام الناس ما يلومونيش، يجي ويوقف ويبقى غي قاعد ويخسر وصحيح. هكذا بيتكوفيتش، خال العروس اللي ما عرضوهش في الفاتحه. ها ولي تبان لي كيما هكا بيتكوفيتش، ها وزعف شويه على لي جوار، صفر لهم، اجري، طير، نوض، دير حاجه، او قاعد هكذا معروض، انت معروض في عرسه ولا جيت بلا عرضه؟ هل على الشيطانه بيتكوفيتش؟ هل على الشيطانه؟ ها ولا الجزائر ما يبغوش هكا، والله ما نبغوا هكا حنايا، نبغوا اونترينر اللي واقف حتى في الميدان، يطير ينهض يبدل لي جواري واسي من ونسيت ديك التغييرات اللي درتها كيما ما فهمتش انايا، تخرج واحد يلعب مليح ودخل واحد اخر ومن بعد ما فهمتش. صحاب البالو هذه يهضروا لنا عليها، صحاب البالو انا مانيش مختص، صحاب البالو ماذا بيكم زعما بطريقه محترمه وكاع بينوا له الاخطاء تاعو هكذا باه نعرفوا الا جبنا مدرب مليح ولا رانا نكسروا في الفريق الوطني. والله اعلق وصفق رائع وجميل الحاج احمد.